أعزائي المشاهدين، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج التحدي. حلقتنا الماضية انتهت وين؟ على قمة جبل الرابي، أعلى قمة في سلسلة الجبال الشرقية لمدينة خورفكان. وفي هذه القمة جلسنا وقلنا بإذن الله تعالى رح ننزل على الشاطئ السري اللي يقع خلف سلسلة الجبال الشرقية، ولكن لما وصلنا هنا لاحظنا أن لدواعي سلامتنا ولدواعي أمنية يمنع النزول على الشاطئ هذا أو ممارسة أي أنشطة جبلية أو هوائية أيضا عليه، ويجب علينا الالتزام بهذا الشيء. فكلمت أبو عبد الله قال لي تعال بوديك مكان ثاني، ألبس لبس الدراجات الجبلية. وما يحتاج طبعا الحين يعلمني لأن صرت فاهم في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية، علمني شو ألبس وكيف ألبس الدراجات الجبلية. والحين صارت رحلتنا إن شاء الله إلى مكان جديد نمارس فيه بإذن الله رحلة جبلية ولكن فوق الدراجات، وننطلق لأبو عبد الله. هذا ابو عبد الله. هلا ابو عبد الله. يا هلا ابو زايد. مرحبا بك، مساء الخير. اهلا وسهلا. انا في الطريق الحين على الكورنيش، كورنيش خورفكان. حلو. وين موقعنا بالضبط؟ راح نطلع على سويفه. سويفه. سويفه نعم. يعني بتنتظرني وين؟ حديقه سويفه؟ وين حديقه سويفه؟ اني عند البرج. يا سلام، اليوم تحدينا دراجات جبلية. خلاص انت صرت استاذ. اوه، نظل انت الاستاذ وانا التلميذ. عزيز وغالي، المنطقة اللي سارين لها سميت سويفة، سويفة نسبة الى السيفة او الشاطئ الرملي اللي يقع خلف الجبل. هذا الجبل يسمى جبل اللولية او اللؤلؤية. هذه منطقة سكنوا فيها اهالي خورفكان قبيلة النقبيين، وهي تقع خلف جبل اللولية، وفيها شاطئ جميل للتخييم لكثير من الأنشطة البحرية وكذلك للاستجمام العائلي. خلف هذا الجبل في عدة شواطئ، أو شاطئ كبير ثم شواطئ صغيرة بعضها صخرية، وفيها أيضا كثير من نقدر نسميه المنحدرات الصخرية اللي ممكن أنت من خلالها تسوي كثير من التحديات أو الرياضات أو الأنشطة. على الجبل تقع الكثير من الآثار اللي تدل على أهل الناس اللي سكنوا في هذا الجبل. الآن وصلنا عند أبو عبد الله، نشوف شو أخباره، شو دوماً. الأشياء اللي ممكن تمارسها في منطقة سويفة، أول شيء الصعود. الصعود يعني جدا يعني مرتفع، سواء للهايكينج لأن أصحاب الدراجات الجبلية. في شاطئ هناك مهم جدا وجميل بعد المنطقة هذه، تنزل نزول وتستمتع بالطبيعة. يعني الرياضات الجبلية أو الرياضات المتعلقة بالدراجات الجبلية كلها تقدر تمارسها في الطريق المؤدي إلى شاطئ سويفة. عبد الله، السلام عليك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ طيب. كيف الصحة؟ بارك الله فيك. مساك الله بالخير. حياك الله. دائما تمسينا هني بهذا المكان الجميل. تقول لي بيبك مكان ساحر، هذا هو الساحر، ها؟ مثل ما تشوف. يا سلام عليك. راح المكان يسحر. والله. تأسيس هنا ترى. والله. أنا تأسست هنا. يا سلام. هاي البطولات وهاي الروح اللي داخلكم من هني. فعلا. سبحان الله. شفت الطبيعة شو تسوي؟ شوف، يقول لك المرء ابن بيئته. اي أيوة والله. انت خلاص هذا بيتك قريب من هنا اعتقد. اي نعم. شو اسمه هذا الجبل؟ جبل اللؤلؤية. اللؤلؤية او اللولية صح؟ اللولية. لكن في التاريخ تعرف شو يسمونه؟ شو؟ جبل الدورة. هذا الجبل يحتوي على كثير من المدافن والآثار والمقابض والنقوش. يعني هذه المنطقة ما شاء الله، يعني شو المدافن؟ المدافن هي المقابر تقدر تقول.
بتشوف حتى اشكالها ان شاء الله اذا اخذنا. انا ما اعرف شو البرنامج اللي انت اليوم مسوينه لي، انا خلاص سلمت نفسي لك اليوم. انا ترى ماني بالامور هذه، انا رابي في واديشي كنت يعني مثل ما تقول انا اتدخل، اليوم انا ما بتدخل، الشغله عندك اللعبه عندك ان شاء الله. زين قول لي وين بسير؟ شوف هو عباره عن طلعتين. هو التحدي كذا في الطلوع، راح تطلع طلعتين، بعدين طلعتين في نزول. يا سلام. راح يطلع لك طلوع بعد، خلاص بعدين في نهاية الطريق سفح كذا مطلع على البحر. مثل ربوة مطلع على البحر. اي نعم. هذه وصلناها اذكر يوم من الايام هايك. ايه. تذكر نعم. كانت رايحين نشوف البروق. فعلا. يوم قالوا في بروق قاعد تضرب في البحر، احنا نصورها سلو موشن. لكن كان سلام. بالليل. ايوه كان بالليل. صح. يا سلام. الحين بشوفها في النهار. يا سلام. هاي هني قلت لي انت في وايد اسرار، في وايد اشياء ممكن نسويها. ان شاء الله. في اسرار كثيرة راح نتكلم فيها بعدين. هاي بنحتاج ايام هني. ان شاء الله. توكلنا. جاهز انت؟ شو المطلوب الان؟ نزل سياكل؟ انت جاهز بهال؟ انا جاهز بس ابغى ابدل ثيابي. اها. بدل جوتي. خلاص على ما انت تبدل انا بصلي العصر وبنتظرك. يلا حبيبي. توكل على الله. بسم الله. جاهز عبد الله؟ جاهز. شو الماي؟ انا عندي 2 لتر شنطتي، كم عندك؟ كافي 2 لتر. والله. لان هذه ما فيها شيء. كافي 2 لتر وزياده بعد. زين. ما بنتعب اليوم، الاجواء زينه اشوفها. درجه الحراره ما اعتقد انها وايد ثقيله. عندك بعد شو اسمه؟ فاتح ازرارك. لو تسكر احسن. لا هذا 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 الزرار عباره عن شو؟ يعني توسيع لين البنطلون. البنطلون ايوه. الزرار هو الاصلي هذا اللي تحطه في الجيب. أيوة. يعني. ومو بس حتى تهويه شو لو تلاحظ. فعلا. في فتحات للتهويه. هو هذا الاوبشن يعني حق الدراجات الجبليه. ممتاز. جاهز؟ بسم الله. توكل على الله. جرب سيكلك هنا. سيكلي ممتاز. شيك على الغيار عندك ابو زايد. ممتاز. مع اني اشوف شوي الصنقل حليان شوي، شكلك ما تعتني وايد بالسيكل. ولا هذا طبيعي؟ والله الظاهر الاولاد هم اللي يلعبون فيه. الايام الماضيه امطار بعد. كيف الهواء عندك؟ لا والله احتاج اعبي هواء. والله؟ اي نعم. ما يمشي الحال؟ لا بالمره. عادي تعال خل اعبي هواء ونتوكل، لان الحين طولنا وايد ترى هني. يلا وايد منقص عندي انا. متحمس انا وايد 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 متحمس للرحلة. حبيت الدراجة. ابو عبد الله عبيت هواء؟ اي نعم. الامور طيبة عندك؟ بسم الله. جاهز؟ جاهز. نظارتي تعال خليني اوريك اطلاله جميله قبل لا ننطلق. ترى شوف هذا اليبل يطل طله عجيبه على الخور والله. ما شاء الله. تذكر من يوم صغار كنا دوم هني نركبه صح بس عشان نشوف هالاطلاله الفندق والخور وال يبل الرابي شوفه ما شاء الله ما اجمله. المهم الوقت ترى ضيق ننطلق افضل. يلا بسم الله. شفت البقعه؟ يلا توكل. ابو عبد الله هذا الدرب يسار. انا نازل من هنا ابو زايد. وانت دائما تدور الصعب. واو يا سلام. في هالطلعات ابو عبد الله كم احط الغيار؟ اخف شيء. اخف شيء ها؟ ما
شاء الله. حاول تبتعد عن الحفر ولا الأماكن اللي فيها حصار. اهرب منها. لأنها راح تعيقك. الحين صار توازني أحسن على السيكل. والله؟ أول أيام كان في شوية رهبة. إلا الوضع تمام. كل شيء بس بالممارسة. حبيت تو نزلتك هاي صراحة نزلة قوية. لاحظت إنك مرة عقيت جسمك كله ورا. ايه؟ قمت عن السيت حتى. فعلاً. صح؟ إذا ما قمت وما رجعت لي ورا. ايه. بتبي على وجهي. بدون بريك صح؟ بدون بريك، بريك ما تضرب أخير شهر هنا. يا سلام. هني شوف هي طلالة بحرية صح؟ أي نعم. تشوفها؟ يا سلام. شو الإطلالة محلاها يا أبو عبد الله. إطلالة بحرية جميلة. يا سلام. يا الله. شو رأيك؟ البحر. الشاطئ. يا الله هني خلوة خلوة. فعلاً. هني جلسة تأمل. تخييم شو رأيك؟ والله يبينا تخييم. بسم الله. ما عندك حد. روحك. ما يقولون البحر من أمامك والجبل من خلفك والشاطئ في حضنك. اي والله. وتجيك الطيور الصباح. لا الطيور تكون معك على طول. وتغاز يا سلام. تغاز لك. اسم زايد مسحت ما تلاحظ الاسم شو سالفه؟ ايه هذه كلمة زايد كانت مرسومة هنا على هذا الجبل. وفي سنة 2014 نزل قرار اللي هو قرار مجلس التنفيذي لحكومة الشارجة رقم 11 لسنة 2014 بشأن حظر تشويه الجبال والعبث فيها. وتضمن القرار عدة بنود من بينها يعني يمنع الرسم والنقوش وعمل هاي اللوحات هاي الفنية على الجبال. فقامت هيئة البيئة والمحميات مكتب خور فكان ب يعني إزالة هاي الرسوم وإزالة هذه الكلمة. وإن كان زايد يعني في قلوبنا باقي. أكيد نعم. الله يرحمه ويغفر له زايد ويطول أعمار شيوخنا. لكن هو كان مثل علامة أي شخص يصور خلاص. كان رمز سبحان الله. أي حد يصور الشاطي يطلع له هذه الكلمة. الله. جميلة كانت يعني سبحان الله. زين نكمل طريقنا أبو عبد الله لنا عقب نزلة على هالشاطي صح؟ إن شاء الله. نقدر ننزله بالسيكل ولا لازم مشي؟ ممكن ننزله بالسيكل. يبالها تكنيك. بس في مكانين في الشق ممكن انت تحول مسافه لعباتك انت قدام وانا وراك ان شاء الله توكل بسم الله. النزول من الدرج يحتاج مهارات خاصة وأنا أتصور بزايد يعني يحتاج وقت وخلي يطيح مرة مرتين وبعدين إن شاء الله ينزل النزول هذا. وأنا نازل من الدرج عملت لوك بالغلط حق الغيار الدراجة طبعاً كسر عندي عصا الغيار كونها كربون. أنا اضطريت إني يعني أحاول أبطل اللوك لأنه خلاص ما منه فائدة وراح يعيقني في الحركة. أتصور الحين الوضع تمام. أحاول نسوي لها بس كذا صيانة على السريع.
تمام. بعمل التراي عليها الحين. صراحة متعة، متعة قيادة الدراجة في هالمكان، متعة يا أبو عبد الله. فعلاً. جد والله. بعد ما في الأرض يعني مستوية زينة، بعض الشقوق شوي بس في السطح شوي هي اللي قد ها شوي تعرقل دربك. لكن بشكل عام ممتاز. وفي تحدي الصعود والشغلات هاي. عبد الله هذه نزلة اللي مبين عليها فيها صعدة. شوف طبعا يبي لها تكنيك. الصينية الصغيرة أمام. أوكي. على الصغيرة. أيوة. لورا. بيكون في النص. أوكي. الوضع تمام عندك. أنت في النص عندك؟ يعني لأنه بيكون نزول وبعدين صعود. الصعود هذا. في شق على يمينك على يسارك. حاول تمشي في النص. بخلي الصينية لورا على النص. عادية. إيه. يعني معناه ما حول أي شيء. إذا شفته ثقل عليك. خفف. أوكي. لكن لا تطلع برا على الشقين. من هنا اهد عمري خلاص سيكل روحه بروحه. ما في بريك بالمره ابد. خليك وراي. في شقوق هناك مال مطر. اي خليك وراي. شوف المكان اللي في النص هذا. خلاص انا وراك. ندخل على فيه. توكلنا. بسم الله. بسم الله. يلا قدامي. السلام ابو عبد الله. يا اهلا وسهلا. اليوم ولا غلطة؟ على هواك والله ولا غلطة. قلت لك المسار يختلف. والختام مسك. شوف ما شاء الله على الاطلالة البحرية بس شوي في ازعاج هاي البواخر. مسوي لها ازعاج. تسمعها؟ لا لا. شو هالباخر هاي؟ والله ما اعرف شو اسمها. شوفها ظاهرة من المينا. باخرة باخرة ولا؟ لا ما باخرة لازم نجيب علمها طال عمرك. خذ الدليلة من راعي الدلايل الديب صالح. يا مرحبا. مساء الخير شيخ صالح. كيف الحال؟ طيب طيب. طب حالك انت علومك. هذه السفينة والباخرة الله يسلمك. السفينة والباخرة اللي مسوي ازعاج في البحر شو اسمها هذه؟ هذه اسمها تك طويل العمر. تك. اي نعم تك. شو وظيفتها؟ شو تسوي؟ تك يا طويل العمر عندك هذه وظيفتها تمول السفن اللي موجودة في البحر مبركنة، وفي اللي واقفات في المينا هم وظيفتهم يدخلون السفينة للمينا للمرسى. أيوة أنا أشوفها والله متجهة صوب يعني بحر مرة. هي هذا يروح للسفن، ترى السفن لها باركنات في البحر توقف. أوكي. فهذا يمولها من البر يجيب لها أغراض يطلبون أغراض هاي يمول السفن. أغراض أكل وهالأشياء. أيوة مؤونة مؤونة. ليش كذي مزعجة؟ هذا والله يا طويل عمر يشتغل بالديزل
ايوه بس صح، مثل السياره اللي تشتغل بالديزل كذي يكون ازعاجها عالي. ايوه مثل الشاحنات. والله ان احنا جالسين في مكان يا اخي مجنون، هدوء مو عادي فيه، فهذا الازعاج الوحيد اللي دوخ دوخ دماغي. البحر هو يمشي مسافه بعيد عنا، المويه ما لفته تعفسنا عفسه واحنا بالضراج. عاد اسالني من وياك. من وياك؟ ابو عبد الله. يا سلام يا سلام. يا اهلا وسهلا. هو قائد هو قائد هذه الرحله الان. يا سلام يا سلام. عاد ابو عبد الله بعد ما نقدر نتكلم خلاص. عزيز وغالي يا صالح، الله يعزك. شي تامر؟ ما اسمعك. شي تامر؟ مره سلامتك، الله يحفظكم. ديروا سلم. مرحبا سا. حياكم الله. هذا صالح رجل المهمات الصعبه، تبى سؤال تبى فزعه تبى خدمه موجود. صح، نجرب. خلينا نشوف البحر هذا الجميل بعد. اكيد في اسرار حلوه، شو رايك نستكشفها؟ يا سلام شوفها كيف المسا وياك عبد الله. جميل جدا والله، مجنون في هالمكان يا اخي، فيه رهبه على متعه. شوف البحر كيف اطلالته، والبواخر كانها نجوم ما شاء الله. مدينه خرفكان منوره من هني ما شاء الله تبارك. الحين ما دخل الليل، تريل الساعه 10 كذا. هي. هدوء بيكون خلاص والله، وياه النسمه. اي أيوة والله، لا يبينا تخييم بي ان شاء الله. الصدق اعتقد كثير من الانشطه يعني المغامرات نقدر نسويها هنا في هذه المنطقه. شو تتوقع بما انك دائما تتردد عليها؟ يعني شوف، عندك الطلوع بالكياك. أيه. تمر على شقوقه هنا. من وين ننطلق؟ من منطقه الوليه. آه. من اللؤلؤيه. من الشاطئ. اي نعم، من الشاطئ، شاطئ الوليه. تطلع من شاطئ اللؤلؤية لين الحد هذا. أه. الحد هذا في مكان تقفز من فوق. يا سلام. اي نعم. بعد بيجيك شاطئ صغير. ما اعرف اسمه والله شاطئ. اوكي. في صخور كذا كبيرة، جميل جدا. غير شاطئ سويفة اللي شفناه؟ غيره. يا سلام. يعني الشاطئ هذا بعده في منطقتين. أه. مثل يعني صغير نقدر تقول مثل أخاديد تديف. أيوة كذا، لكن تقدر تجلس وتفرش خيمتك وكل شيء. والله. فاصل بينهم جبل، في شق. أه. تدخل من بين الشق هذا عشان تنتقل للمنطقة الثانية. شيء جميل. في خفافيش في شيء؟ في شق تتجمع فيه خفافيش. والله. خفافيش كبيرة. أوه ضروري راح نشوفها. إن شاء الله. إنزين لو قلنا الحين حصلنا رحلتنا القادمة تكون كاياك. ثم منطقة القدس. ثم استكشاف. أوكي. كهوف، ثغور، شواطئ قلت عنها، وصولا لين شاطئ سويفة. تسلق في منطقة فيها حق البولدرينج. أها. كان جميل يعني. البولدرينج اللي هو شو يسمونه؟ تسلق تسلق الصخرة أو التسلق الحر يعني. هو يعتبر حر. بدون لا. حبال بدون شيء. هو مكان جميل تشوفه إن شاء الله. يا سلام يا سلام. إحنا أمام موعد مثير إن شاء الله. إن شاء الله. تكون في إثارة كبيرة وتحديات. مشكور يا أبو عبد الله. أهلا وسهلا. أثريت رحلة اليوم صراحة. شكرا. متعتنا ووعدتنا بتحديات عظيمة قوية. أعزائي المشاهدين، نختم رحلتنا لهذا اليوم أو تحدينا لهذا اليوم. إن كنتم مارستم مثل هذا التحدي أو جئتوا لهذه المنطقة، لا تنسون أنكم تشاركونا عبر وسم التحدي، وفي أمان الله.